عودة مشاهدينا لمتابعة فقراتنا وإلى جريدة اليوم. قبل ما نشوف شو عنونت الصحف وشو الأجواء السياسية المرتبطة بتشكيل الحكومة وغيرها، اليوم في مؤتمر للنقابات السياحية عم يرفعوا الصوت من بعد اللي أصابوا نتيجة هيدا الإقفال، ومن بعد طبعا كل الأوضاع الاقتصادية المترددة. نقابة أصحاب المطاعم والملاهي والمقاهي والباتيسري كمان رفعت الصوت حول هيدا الموضوع. بينضم لنا أستاذ خالد نزهة نائب رئيس النقابة. صباح الخير. بونجور أستاذ نزهة. صباح الخير. صباح الخير، يعطيكم ألف عافية. يعني بدنا نضلنا نقول يعطينا جميعا ألف عافية، بس عافية على عمل، للأسف الأعمال متوقفة وقصرا يعني نتيجة تفشي كورونا وموجة جديدة. اليوم رح تطلقوا الصرخة بإطار شو؟ مطالبة بإعادة الفتح والعمل بطريقة طبيعية ولا كيف؟ نحن اليوم رح بيكون في عنا مؤتمر صحفي الساعة 12، يعني 11:30. أول شيء من خلال منبركم الكريم بدنا ندعي كل أصحاب المؤسسات والموظفين وكل الناس اللي قلنا عليها بالقطاع المطعمي والسياحي، موظفين، أصحاب عمل، رواد، لحتى يكونوا معنا بهي الوقفة. في هذا الشارع يعني كان لازم يكون المؤتمر الساعة 6:06 قبل التسكير، يعني بتوقيت الانفجار اللي صار في 4 آب، بس اليوم نتيجة كورونا والتدابير رح ينعمل الساعة 12 الظهر. فبندعي كل الزملاء، كل المحبين وكل الناس يتضامنوا مع القطاع ومع أهل الحي المنكوب والأحياء المحيطة اللي صار في عندها هاي الفاجعة، واللي كتير ناس فقدوا أبنائهم وأحبائهم وأهلهم في كتير جرحى بالمستشفيات بعد موجودة في مفقودين. ونحن كقطاع سياحي دفعنا ضريبة كثير غالية، دفعنا دم، في عنا شهداء وفي عنا جرحى وفي عنا مثلنا مثل الأهالي. أكيد الله يرحمه. هي رمزية للمنطقة هذه، مرم خاي لأنه مفجوعة ولأنه قطاع المطاعم لعب دور كثير كبير بهالمنطقة من خلال الاستثمار بمؤسسات. بتعرفي كانت منطقة سكانية هادئة، وإجوا القطاع المطعمي بعد الحرب وبلشوا ينشوا هالمطاعم المتددة من مونو لجميزي لمرم خايل لنهر والأشرفية ولكثير للرجل البحري لكثير من المواطن اللبنانية، وهي الأكثر تضررا. نحن الوقفة اليوم عم ندعي الزملاء لنكون وجها يعني جنبا إلى جانب لحتى نطالب بحقنا. نحن من 5 أيام عم نراقب، لما صدر قرار الإقفال عم نراقب المشهد، عم نشوف إنه في الكثير من المناطق اللبنانية فيها تفلت بالفتح، في غياب قطاعات كاملة عم تشتغل، في غياب الأجهزة الأمنية المعنية بتطبيق القرار. مع العلم أنه نحن من شهر أدار كان أرض أصحاب مطاعم، أخذنا قرار قبل الدولة بإقفال كل مؤسساتنا لحتى نحافظ على صحة الناس تماشيا مع الوباء، يعني لحتى نحمي الناس الموظفين أو زبونات الناس من الوباء اللي منتشر. ونحن يعني نحن كنا طرحنا سابقا شعار عودوا الى المعادله الذهبيه، حيث الدوله تضرب يد من حديد، واصحاب المؤسسات هن ضباط الايقاع، والرواد هن الحسيب والرقيب. اليوم الاقفال ما بقى منه مجدي لا صحيا ولا اقتصاديا. نحن واقعين بازمه كبيره، كل الازمات توالت علينا من حادث ابرشمون بحزيران 2019 لهلا، لحل الثورة، للبنوك، للمصاري، لتدني سعر الدولار، لكثير مشاكل، للانفجار الأخير، لكورونا. فنحن عم ندفع دمنا كثير غالي. عندنا 100,000 موظف صاروا على قاعة الطريق، عندنا 60,000 بدنا نجرب نحافظ عليهم، بدنا نجرب نرجع نفتح البلد، بلد لبنان، البلد السياحي واللي كان منارة وبيضل إن شاء الله يرجع كل عمره بالشرق، انه يكون منطفى هيك ما بيصير. المطاعم وين في مطاعم في حياه، وين في ملاهي، وين في سهر في حياه، وين في بابات في حياه. اليوم المنطقه مفجوعه كلياتها، كل لبنان مفجوع نتيجه هذا الحدث. بدنا نوقف وقفه، في عنا قرارات لازم ناخذها لنسترجع حقنا. فبعتذر ما اقدر احكي شيء عن هالقرارات، في نقيب رح يجيب لي هالقرارات طبعاً. لا بس واضح اتجاه القرارات انه رح ترجعوا تفتحوا، بما انك عم تقول انه الاقفال الجزئي غير مجدي، بما انك عم بتقول انه في استنسابيه بتطبيق القرارات وانه بدون مطاعم خسائرنا كثير كبيره، يعني واضح انه في اتجاه الى اعاده الفتح، صح؟
نحن عم نشتغل على ذلك وان شاء الله وبنتمنى، لانه قلت لك انه كل يعني الجهود والمساعي هلا لازم تكون تنصب على ثقافه الوعي عند الناس كسبيل وحيد للنجاه في ظل هيدي الازمه الصحيه والاقتصاديه، لانه لازم نطلع منها، لازم نرجع نفتح البلد، لانه في كثير قطاعات مثل ما قلت عم كرر ارجع انه فاتحه بشكل طبيعي. نعم. قد ايه خسايركم نتيجه كل شيء صار؟ نعم. قد ايه خسايركم نتيجه كل شيء صار؟ الخسائر تفوق المليار دولار، المليار دولار للقطاع السياحي و... نعم نعم نعم، يمكن اكثر، لانه في مؤسسات ابيدت، ما ضل في شيء عندنا الحمد لله. واليوم اذا بدنا نرجع نفتح مؤسساتنا من جديد، يعني اي شغله كانت تكلف يعني بدك تضربيها بخمسة اضعاف نتيجه. طيب عم نشوف نحن مساعدات، مبادرات خارجيه لمستشفيات، لمنازل، هل الجميزه ومطعمها والبابات والمنطقه ككل كان في مبادرات ما لمساعدتها لاعاده اعمارها والنهوض من جديد؟ المؤسف ما في ولا جهود. نحن كنقابة اصحاب مطاعم وكقطاع سياحي رح نتوجه او بلشنا نتواصل مع دول داعمه مثل فرنسا ودول الداعمه لنشوف كيف نرجع ننشط هذا القطاع، لانه ما في عندنا، ما اخذنا اي يعني اي بدء اي شيء مادي، مساعده ماديه لاعاده الفتح او للمساعده على لملمه المصيبه اللي نزلت علينا. فنحن اليوم في كثير دول بالعالم لغت، يعني معظم الدول لغت موضوع التبعيل ورجعت الحياه الطبيعيه. طبعا نحن اكثر ناس حريصين على موضوع التباعد الاجتماعي وسلامه الناس وتطبيع القانون. كان الدوله بعتقد لو من قبل ضربت بايد من حديد ما تراخت، ما كان صار هيك. نحن ما في صار ولا اصابه من مطعم ولا من باب ولا من محل سهر بموضوع بس لو عملوا حواجز، لو طبقوا، لو خلوا ناس تلبس كمامات، لو اجبروهم، لو كان في زبوطه بحق المؤسسات اللي كانت عم تخالف، اسي ما كان صار هيك. صحيح انه في توجه لرفع دعوه على الدوله اللبنانيه نتيجه الانفجار والخسائر اللي تكبدتوها؟ نحن بدنا نعمل كل الجهود ومستعدين نفوت لاقصى حد اذا بدك لحتى نجرب نوصل لحقوق اصحاب المؤسسات، لانه هول المستثمرين ما بقى عندهم شيء يخسروا، خسروا كل شيء. لا يعني بعد ما بعرف اذا واحد بده يرجع يفتح محله، اذا بده يرهن بيته، اذا كان بيملك بيت، اذا مستاجر بيت ما في يعمل شيء. ما بعرف اذا في بنوك كمان بعد تعطينا فرنك نتيجه حجز اموالنا ونتيجه الريان اللي صار بالموضوع المالي والمصرفي. فنحن عم نمرق بموضوع كثير صعب. برجع بقول لازم يشتغلوا على التوعيه والقمع الصارم والتشدد للمخالفين للتدابير والحجر والوقايه من فيروس كورونا. ونحن لازم نتعايش، يعني بعتقد رح نتعايش معه لوقت طويل، فحتى نسكر نتعايش معه لوقت طويل. مش رح نضلنا نفتح ونسكر نفتح ونسكر، بده يكون في اكيد قرار. نحن بدنا نفتح، بدنا نفتح. نحن عندنا الاف العيال، نحن اكثر قطاع مستثمر بالبلد. نحن اكثر ناس مدفع ضرائب للدوله. نحن اكثر ناس عندنا موظفين مسجلين بالضمان الاجتماعي. لبنان بلا مطاعم تصوري كيف بيكون؟ تصوري مرم خايل والحمراء والبتون فقرة وين ما كان إذا ما في مطاعم، وين في مطاعم في حياة اليوم؟ شوفي المناطق المنكوبة هلا كيف مطفية. على أمل عودة الحياة مجددا لبيروت ولكل لبنان. نحن بنطالب بإلغاء كل الضرائب عن سنة 2020، يعني ما يزيدوا علينا بالميزانية الجديدة عن 21، يريحونا من كل شيء له علاقة بال 2019، لأنه نحن ما فينا نكفي. إذا ساعدونا وكفينا نرجع بنعمر البلد. بترجع بتقلعوا أكيد. نحن بنعمر البلد. شكرا لك استاذ خالد نزهه، نائب رئيس نقابه اصحاب المطاعم والملاهي والمقاهي. نرجع ندعي كل محبين القطاع والحريصين على المطاعم وعلى السياحه يتابعوكم اليوم، ينزلوا يتابعونا اليوم وينزلوا، ونتمنى الاعلام كله يكون مشارك، ولا حيكون مشارك مشكور اكيد. ويعطيك شكرا لك للاو تي في. اهلا وسهلا فيك. ما نروح على العناوين الصحف الصادره صباح هذا اليوم، البدايه مع صحيفه الاخبار اللي عنونت نتنياهو يحدد وجهه التوظيف بعد تفجير المرفأ، مخازن حزب الله وصواريخه، مشاورات التكليف، فرنسا تسمي الحريري، وحرب ابن زايد على فلسطين. نتابع مع عناوين الجمهورية، الحكومة خيبة فرنسية ومآخذ أمريكية، وسنفتح غدا بإشارة إلى قرار المطاعم تجار كمان والتجار.
نتابع مع الشرق، لماذا لا يكون المفتي دريان مثل البطريرك الراعي؟ كيف يعني؟ هي حسب عون الكعكة هيك عباله. والمشنوق، حزب الله ارتكب الجريمة وحان وقت التخلص من الاحتلال الإيراني. كركي، من يخزن الأسلحة والمتفجرات يتماهى مع العدو الإسرائيلي. دخلك بارح وافقوا حزب الله للبطر، يعني محمود أماطي كان له تعليق وقال نؤيد ما طرحه انه ينشال المخازن مخابئ الأسلحة من بين المنازل والمدنيين، فكمان كانت كمان رد واضح. في الديار، رغم الكارثة الظروف غير متوافرة لتأليف الحكومة بسبب صراع بين العهد والمعارضة. الثنائي الشيعي اختار الحريري كممثل للسنة والاشتراك والقوات لن يقدما هدية لعون. الرئيس ماكرون لن يتدخل والأطراف كلها تلعب لعبة الجسور المنسوفة. نتابع مع عناوين اللواء، تحذير إسلامي وطني من تكرار تجارب أزمات السبعينيات الحكومية. تمرد تجاري على الإقفال بدءا من الغد وحملة عونية شعواء على وزير التربية. حملة عونية شعواء بهيدا الوصف. هلا واحد يعني لازم يتاكل شايفة حقه، لازم يتاكل حق موظف وما حدا يدافع عن هيدا الموظف عادي. علما انه هي بالتكليف وكانت بالجامعة اللبنانية، اعيدت الى الجامعة اللبنانية، بس المستغرب بالتوقيت والسبب. ليش تبلغت بعد اسبوعين؟ يعني اذا القرار طالع من 10 اب تبلغ فيه امبارح. هي هي الحكومة عاجزة في مواكبة انتشار كورونا. هون بنشوف كورونا هو عم بزق الرئيس حسان دياب. نرجع 50 سنة إلى 1970. عناوين النهار، اليوم تبدأ المحادثات غير المباشرة بين العرب وإسرائيل في بعبدة. اليوم أول جلسة عمل بين الرئيسين حلو وفرنجي. شهاب يدعو النهجيين إلى تشكيل معارضة، وسلام يباشر استشاراته التمهيدية لتأليف الحكومة. الفدائيون يحتجزون معروف سعد 3 ساعات، اشتباكات في صيدا بين المقاومة وأنصار النائب تنتهي بسقوط قتيل وخمسة جرحى. والأكثرية السابقة تحاول عرقلة مهمة الرئيس الجديد بالمعارك الجانبية. النهج يعتبر تكليف صائب سلام تحديا واستفزازا، ويروج لحكومة إكسترا برلمانية برئاسة الصلح أو نجا. والرئيس المنتخب يعود اليوم إلى بيروت تحت أقواس النصر المنتشرة بين إهدن والعاصمة. ورصاص إذا بدك كمان. هيدي شو بيروت تكتب فرحها بحروف كبيرة. هو اليافطات اللي علقت بعتقد على طول الطريق الشمالية فرحا بفرنجي. وسمحت ليبيا بدخول الفواكه اللبنانية مرفقة بشهادات صحية. السعودية بعد الأردن والإمارات تمنع دخول منتجاتنا، والكويت تمنع دخولها مداورة بتدابير صحية. الخارجية تنقل مساعيها من ليبيا إلى السعودية. والحوض الجاف لبناء السفن وأصلاحها سينشأ في طرابلس ويكلف 35 مليون. وحين تزور مراسلة أجنبية الملك حسين في حين تزور مراسلة أجنبية الملك حسين في قصره، تشاهده يمسك رشيشة بيد واحدة عصبية فتصور. يعني دليل للقوة يعني. في قصره على الأرجح. إيه قصره. وقال شهاب لحميدي إن الحرب لن تنتهي، وأوصى النهجيين بالصمود هيدا بالكاريكاتير.